تطبيقات الفيروسات. طبعا بعض الفيروسات ملهاش اهداف تخريبيه، بعض الفيروسات الهدف متاعها المشاكسه بس، يعني يدير لك عمليه ازعاج، تبطئ لك الجهاز، تغير الالوان، تطفيه، تكبر الاشكال، توقف لك برنامج، ولكن ملهاش اهداف تخريبيه، يعني ممكن ما تخربلكش البيانات بتاعك. فبعض الفيروسات تهدف لمجرد مشاكسه ولفت الانتباه، وبعضها له اهداف تخريبيه. اهداف تخريبيه ممكن توقف لك الجهاز على العمل نهائي، ممكن تخرب لك بيانات، تفقد بيانات. ومن أمثلة فيروسات غير التخريبية، فيروس يقوم باستهلاك مساحات التخزين على القرص، يعني فيروس يجي على القرص الصلب ويبدأ يكون في نفسه أو يقعد يدير في نسخ من نفسه، يستنسخ نفسه أكثر من مرة فيعبي القرص الصلب ويضيق المساحة العمل في القرص الصلب. أو في الذاكرة كذلك ممكن يكون من روحه صور في الذاكرة ويبطئ لك عمل الجهاز، بالتالي يؤثر على سرعة وكفاءة الجهاز. يعني لما يتعبى الهارد ديسك وتعبى الذاكرة متاع الجهاز ويصير تعبئة لها، بالتالي يؤثر على سرعة وكفاءة الجهاز، الجهاز حيقعد بطيء نظرا لأن الهارد ديسك تعبى والرام تعبت والأداء متاعه يضعف ويؤثر على السرعة والكفاءة الجهاز. بينما قد تسبب فيروسات الضارة في إتلاف البيانات أو سرقة المعلومات، هناك بعض الفيروسات الغرض منها إتلاف البيانات أو سرقة المعلومات، عبارة عن أنها تتجسس تأخذ معلومات تسرقهم منك. سرقة المعلومات الشخصية كالمعلومات الحساب المصرفي، يعني ممكن فيروس يخش في جهازك يأخذ معلومات عن الحساب المصرفي، يأخذ معلومات عن بطاقة الائتمان، وهذه يسمون ملفات أو فيروسات تجسسية. يقوم الفيروس في الحالة هذه بالتجسس على البيانات متاعك الشخصية كمعلومات الحساب وبطاقة الائتمان ويرسلها إلى عنوان القراصنة اللي هم قاموا ببرمجة الفيروس هذا، وإرسال القراصنة اللي نهب مبالغ من الحساب المصرفي لصاحب الحاسوب المصاب. يعني الفيروس في الحالة هذه شو بيدير؟ يتجسس على بياناتك، يأخذ بياناتك يرسلها عبر النت إلى القراصنة، والقراصنة يستخدموا البيانات متاعك في السطو على الحساب المصرفي، سواء بطاقة الائتمان أو معلومات عن الحساب المصرفي، رقمه وما إلى ذلك. في بعض الفيروسات أيضا قد تصيب الكيان المادي، والكيان المادي هنا مكونات الجهاز، الكيان المادي الهاردوير، مثل الفيروس الذي يقوم بتنفيذ ملايين العمليات المتتالية. شو المقصود بها ملايين العمليات المتتالية أو المتوالية؟ يعني يقوم الفيروس بتنفيذ مجموعة كبيرة من العمليات، العمليات بدون استخدام أوامر إخراج، بدون ما يظهر أي حاجة إخراج وإدخال، وبالتالي يلقي عبئا كبيرا على وحدة المعالجة المركزية. يعني المعالج يصير عليه إجهاد من كثرة الملايين العمليات، في الحالة هذه ترتفع درجة حرارة المعالج وينحرق المعالج ناتج فيروس أعطاه مجموعة كبيرة من المعلومات، المعلومات هذه أدت إلى ارتفاع درجة حرارتها. إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله حنتكلموا على أنواع الفيروسات. لهذا وصلنا إلى نهاية الحصة إن شاء الله، ونلتقي بإذن الله الحصة الجاية نكملوا فيها بإذن الله أنواع الفيروسات.